هذه قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. هذا اللاعب يقترب لفريق الوداد الرياضي. جلس سعيد الناصري رئيس فريق الوداد الرياضي الظهير الأيسر لفريق المغرب التطواني حمزة الموسوي من أجل ضمه للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وحسب مصدر خاص فالناصري دخل في مفاوضات جدة مع نادي المغرب التطواني من أجل انتداب اللاعب الموسوي للوداد، علما أن عقده رفقة الماط لا زال ساري المفعول، ومن المنتظر أن يحدد اللاعب المذكور وجهته القادمة بعد سقوط المغرب التطواني للقسم الثاني وتوصله بمجموعة من العروض أبرزها من فريق الوداد الرياضي نهضة بركان والإمارات الإماراتي. ويعتبر الموسوي من أبرز اللاعبين المرشحين لمغادرة الماط هذا الموسم بعد مغادرة الفريق للقسم الأول، حيث من المنتظر أن تكون مباراة سبت أمام الوداد الرياضي برسم منافسات كأس العرش الأخيرة له بقميص الحمامة البيضاء. نهاية الخبر، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.